السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، عيدكم مبارك. وثاني أيام العيد وفقرات اليوم المفتوح وبرنامج فرحة العيد والعيد فرحة، وأهلا وسهلا بكم، ولقاء يتجدد كل أيام العيد. معاكم دكتور طارق درويش، ومعايا مجموعة من علمائنا الأفاضل ومن ضيوفنا الجمال ومن المواهب من كل مصر. إن شاء الله تستمتعوا معانا في الفترة اللي جاية على يعني فقرات متعددة. معنا مجموعة كبيرة من المواهب إن شاء الله تعجبكم النهاردة. الأستاذ وليد شلبي، موجه التربية والتعليم وصاحب حضانة الوليد بالجميزة السنطة غربية، أهلا وسهلا بحضرتك. معالي فضيلة الدكتور العالم الدكتور ياسر نصيف رضوان، عضو هيئة علماء المسلمين وأستاذ الشريعة والمقاصد بجامعة الأزهر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. المنشد الرائع إبراهيم جدالله اللي هنسمع منه النهاردة أجمل الفقرات بصوته الرائع الطيب، أهلا بيك. مجموعة من أولادنا الجمال اللي هيعملوا إسقاط على تجربة مهارات التعليم في الصغر، وإزاي نطلع أفضل ما في أولادنا الأولاد الجميلة اللي في سن صغير ولكن ما شاء الله على قلبهم الكبير، هنستمتع بيهم النهاردة. كونوا معانا في الفترة اللي جاية دي وإن شاء الله بإذن الله تكونوا معانا سعداء. أهلا وسهلا بيكم أستاذ وليد، فضيلة الدكتور ياسر. أهلا بيه. أول ما نبدأ بتكبيرات العيد نكبر مع تمام. بعض نكبر. يلا نكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولله الحمد والمنة. دكتور ياسر، العيد وهنسمع النهاردة من حضرتك كلام جديد وجميل عن العيد وإزاي نفرح وازاي نصل رحمنا ومناسك وحاجات جديده في الكبيره وكتيره في العيد. استاذ وليد هتكلمني النهارده عن التجربه وازاي قدرت الحمد لله تصل لهذا المستوى الرائع في الصنطه في محافظه الغربيه ويكون ليك هذا الصيت الرائع باولادك الجمال، بس خلونا نبدا الاول بالقران الكريم من الصوت الرائع ابراهيم جدالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، ما شاء الله. أنت في أي صف دراسي يا إبراهيم؟ امسك الميكروفون. إن شاء الله ثالثة ثانوي أزهري، إن شاء الله علم، إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله.
العام القادم هتبقى الثانويه العامه يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله العام القادم هيبقى في اولى جامعه ان شاء الله. الجامعه انت الحمد لله انهيت الـ لا الـ لسه فاضل لي مادتين ان شاء الله امتحانات. بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله. ونسمع اخبار طيبه بهذا الصوت الطيب الجميل. امين. وتخلص بقى ان شاء الله وانت في الجامعه تبقى موجود برضو معانا في فقرات جميله كده نستمتع بهذا الصوت الطيب الرائع. مين شيخك مين حفظك؟ انا طبعا يعني حفظت القران على يد الشيخ عباس عثمان منصور. نعم. وعملت ختمة طيبة على يد الشيخ عطية خطاب ما شاء الله تبارك الله منية البندورة مركز سانتا برضو محافظة الغربية تبارك الله. ودلوقتي ماشي مع الشيخ محمد العدلي من متحاوي برضو مركز سانتا محافظة الغربية. طب نبعت لهم رسالة تحية تقدير وشكر لهم كل عام وهم كل عام وهم بخير كلهم يعني سبحان الله العظيم يعني كلهم بسم الله ما شاء الله حاجة عظيمة لمصر بسم الله ما شاء الله كلهم يعني هنرجع بقى لعلمائنا الأفاضل دولت بس أنا عرفت أن أنت من أولاد حضانة الوليد طبعا وده شرف ليا يعني امتداد لأجيال وأجيال وأجيال طبعًا. وإن احنا النهاردة مع الأستاذ وليد بنشوف ثمرة الجهد في الثانوية العامة وداخل الجامعة على يعني هذا التاريخ الطويل يعني أنا بشكرك يا بريم وهرجع لحضرتك ربنا يحفظك. فضلت الدكتور ياسر نبدأ بحضرتك والعيد وذكريات العيد الجميله والمناسك واعتقد ان احنا في حاجات كتير قوي يعني بقى لنا كده العيد اللي فات والعيد اتحرمنا منها يعني. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بفضل الله وبرحمه الله تبارك وتعالى. اعياد المسلمين مكافآت ولذلك تلاقي العيد دايما جاء بعد موسم من الطاعة. فجاء عيد الفطر مبارك بعد موسم طاعة وأداء فريضة اللي هي فريضة الصيام، وجاء عيد الأضحى المبارك بعد موسم طاعة اللي هو الحج. وهذه الأيام المباركة التي قال الله عنها أنها أيام معلومات، والحج من تعريفه القصد، تعريفه اللغوي القصد، وتعريفه الشرعي هو أداء مناسك معلومة في أوقات معلومة في أزمنة معلومة اللي هي مناسك الحج والعمر. فالمعاني الجميلة في أيام العيد كيف أن الإسلام في وسط العبادات يركز على جانب المعاملات والأخلاق، ودي لازم كل الناس تاخد بالها من الحتة دي. حتى العبادات الشعائر التعبدية في الإسلام جاءت لخدمة جانب المعاملات والأخلاق. فسمعنا ابننا وهو بيقرأ يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث والفسوق والجدال دي من الأخلاق والمعاملة، يعني حتى في العبادات جاءت لتغذية وتقوية جانب المعاملات والأخلاق. ليه؟ عشان هي المعاملات والأخلاق هي التي يعني يعود أثرها ويعود نفعها على الآخرين سواء كان الآخرون مسلمين أو غير مسلمين. عشان نفرح في العيد نعم لازم نتحلى بالأخلاق وأحسن الأخلاق أكيد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظك دكتور ياسر هاجي على حبيب حبيبي دكتور جزاكم الله خير. صلة الرحم في العيد ولازم نعم. تكلمنا عن هذه الـ 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 يعني الـ الـ المشاعر الجميلة والتحركات الرائعة في العيد عشان أهلنا وناسنا. أستاذ وليد شلبي المعلم موجه في التربية والتعليم وقصدت أنك تنقل هذه التجربة الجميلة إلى الجميزة السنطة بمشروعك الطيب الجميل، فالبداية كانت إزاي يا أستاذ وليد وإيه المعوقات اللي قابلتك في الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. في البداية بهنئ حضرتك والسادة المشاهدين بعيد الأضحى المبارك كل سنة وحضرتك وتمنياتنا أن ربنا إن شاء الله يرفع الغمة نعم. والبلاء أمين. عن الأمة أمين يا رب. في البداية أنا بدأت أفكر في العمل ده لأن أنا تربوي وزوجتي تربوية، بدأت أفكر في العمل ده لأن ده شغلنا، بس نفكر في عمل يكون يفيد دنيا ودين نعم. يفيد الناس وإحنا نستفيد دنيا ودين. فبدأت أفكر في حضانة بتربويات كويسة وبعمل جديد خالص بحيث أنني أفيد أولاد بلدي وإخواني وأولاد المسلمين. بدأت أفتح الحضانة وأبحث في التربويات وأبحث في الحاجات اللي تفيد الأطفال لحد ما وجدت طرق وربنا إن شاء الله أنعم علي بواحد مشرف حضانات كبير في طنطا وقف معايا وبدأنا عملنا الحضانات. كان الواحد ده اسمه الأستاذ مختار
وبقينا اشتغلنا وعملنا شغل جديد خالص، والبلد شاف ثمرة الجهد ده. من أول سنة الحضانة كانت بادئة بعدد بسيط، تاني سنة كانت مضاعفة ما شاء الله، أضعاف طبعا. أضعاف ما شاء الله. الناتج ظهر، شغل جديد، تربويات أهم حاجة، قرآن، حديث، عربي، حساب، إنجليزي، يو سي ماس، ودخلنا الفوناتكس مؤخرا في السنوات الماضية ما شاء الله. الحمد لله بفضل الله جه بعد كده إن شاء الله الأستاذ مختار مسك منصب في التربوية والتعليم، فما عادش فاضي، فربنا أنعم علينا برضو بالشيخ سمير. نعم. الشيخ سمير بدأ معانا نور بيان، ما كناش شغالين بنور بيان في الأول. نعم. اشتغلنا نور بيان، الشيخ سمير اشتغل معانا نور بيان، بقالنا حوالي 8 سنين نور. نعم. بيان الحمد لله لقيت نتيجة عالية جدا جدا، والطفل بيقرأ من المصحف بالتجويد وبطلاقة. الله أكبر. طفل الحضانة يقرأ من المصحف بالتجويد وبطلاقة. نعم. الحساب بيوصل الطفل، بيصل الطفل بالجمع والطرح والتصاعدي والتنازلي، وعلامات اكبر منه واصغر منه. ماس بالانجليش، اليو سي ماس، الطفل بيجمع ويطرح اكتر من 10 15 رقم. هنشوف احنا النهارده تجارب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب انت حضرتك بتقول لي قران وحديث، طيب ما تيجي نترجم الموضوع دوت واحنا بنتكلم كده، طب في حاجه كده نقدر نسمعها قران نسمع او الحديث؟ نسمع حديث كده، نسمع من مين؟ مروه، يا مروه يلا الحديث. طيب ده انت اول واحد. اديلها المايك بقى، خدي المايك اهو، اتفضلي، خليه بس قريب من بقك كده. يلا يا مروه يلا وقف. صلى الله صلى الله عليه وسلم، احب الاعمال الى الله ادومها، وان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قلت. مش كده؟ ما شاء الله، صدق رسول الله، برافو عليك. خلي الميكروفون في ايدك، قولي لي انت اسمك مروه ايه؟ قربي الميكروفون كده. اسمك مروه ايه؟ مروه محمد شلبي. طيب مروه محمد شلبي، بقول لك ايه يا مروه، انت خدت عاديه؟ خدت عاديه السنه دي؟ مش هقول لك كام يعني، بس هسألك انت لما بتاخدي العاديه بتصرفيها ازاي؟ بصرفها 5 جنيه. ماشي، بتصرفها 5 جنيه، كويس قوي. مين اللي حفظك الحديث الجميل ده يا مروه؟ مس رضوى. المعلمه رضوى اللي في الحضانه عندك. طب بصي للكاميرا اللي هناك دي كده، وقولي كده رساله شكر كده، قولي الاب لمس رضوى، قولي لها كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا ابله رضوى. انت جميله يا مروه، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ما شاء الله. جميل ان الاولاد في هذا السن، 5 سنوات اعتقد مروه، في هذا السن المبكر، ويبقوا قائمين على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين احاديث النبي بالاسناد بتاعها ما شاء الله يعني. حضرتك بتقول انشطه كثيره جدا كانت بمساعده بعض المهتمين بهذا الموضوع، الفضل الشيخ سيد، حضرتك بتقول الشيخ سمير. الشيخ سمير اي نعم. استمر معنا الى ان طبعا حصلت ازمه كورونا، واحنا طبعا الشغل كله وقف. ربنا يرفع عن مصر الهم والغم ان شاء الله. وصلنا بمستوى كويس جدا جدا، الطفل بيحفظ 4 و5 اجزاء على ما قبل ما يخش المدرسه ما شاء الله، ده حفظ الله ما شاء الله، غير انه بيقرا من اي موضوع من المصحف ما شاء الله. معانا النهارده حد يقرا من اي موضوع ان شاء الله، فقرات جايه الفقره اللي جايه ماشي ان شاء الله. جميل. اهم حاجه بقى في الموضوع طول الفتره كلها انه ان ربنا بيمن عليا وبيبعت لي ناس تربويين يجوا يدوا دورات للمعلمات. نعم. المعلمه لما تاخد دوره تربويه اهم شيء وعلمي. الشيخ سمير معانا كعلمي وفني، والحمد لله يعني الشيخ اسماعيل جه، ربنا يبارك في الشيخ اسماعيل، ده المعلمات محاضره في فنيات نور البيان، فنيات نور البيان، وحضرتك شرفتني و دعم النفسي ربنا يحفظك، وديت محاضره في التنميه البشريه والدعم النفسي. نعم. محاضرات كتير، وبجيب دكاتره يدوا محاضرات برضو في، يعني بتهتم بالارتقاء بمستوى المعلمات، مستوى المعلمات من وقت للتاني، وبتحاول تزود المعلومات باللي يفيض على اطفالك ازاي يقدروا يتعاملوا مع الاولاد. اهم شيء المعلمه بقت على كفء وعلى قدر، تقف قدام الطفل لان الطفل هو المعلمه، تشوف صوره المعلمه في الطفل. المعلمه الام البديله اللي الطفل بيقعد معاها من 6 ل7 ساعات كل يوم، لازم تكون على درايه ومستواها يليق بان هي تزرع في قلب الاولاد، فلو هي قلبها فارغ
مش هتقدر تنقل للاولاد اي شيء. نعم. انا طبعا سعيد جدا هكمل حواري مع حضرتك، بس ارجع للدكتور ياسر نصيف، واحنا شايفين براعم الامه. نعم. ولادنا الجمال الحلوين، وانا عارف ان حضانه الوليد ما شاء الله عندها يعني بتزرع الحب الوطن في قلب الاولاد، وهنتفرج على بعض الحاجات الجميله من الانشطه اللي بيعملوها. ولكن برجع لحضرتك تاني للعيد وبعض الحاجات اللي بنفتقدها في العيد واللي اصبحت يعني بنعملها على مضض، زي التواصل وصله الرحم. فيعني الشرع بيحثنا على يعني ما دمنا في عيد الاضحى وبنحتفل بما فعله سيدنا ابراهيم عليه السلام ومع ابنه اسماعيل، وبما نحن يعني مع حضانه الوليد وحي الاستاذ وليد على افكاره الطيبه، ربنا يحفظه، والنشأ وازاي اولادنا يتربوا. المتابعه. نعم. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بلغ من العمله اكثر من 80 سنه، وكان يقطن بالقدس الشريف، وسيدنا اسماعيل هو امه كان في مكه المكرمه. نعم. وابراهيم عليه السلام يقطع هذه المسافه، المسافه اكثر من 1000 كيلو، والطرق غير ممهده، واكثر وسيله مواصلات كان ممكن يركبها واسرع هي الفرس. نعم. ولكن متامل سيدنا ابراهيم عليه السلام يركب المسافه الطويله دي 1000 كيلو، وطبعا طرق غير دلوقتي، وسائل مواصلات غير دلوقتي، وصحته وعمره، ليتابع من؟ يتابع اسماعيل الذي لا يعني يحتاج الى متابعه، لكن دور في المتابعة. في المتابعة. نعم. ويروح ويسأل عليه، وزوجته تحدثه بأشياء دنيا اللي هي القصة المشهورة. نعم. أقرئي مني السلام، وقل له يغير عتب الدار، وبعدين يرجع تاني. الشاهد في هذه الواقعة أن نشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام يتحرك إزاي ويمشي إزاي عشان يتابع ابنه. إذن هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد دول مسؤولية كبيرة جدا، لابد من متابعتهم عشان نقدر نهيئ للمجتمع ونفرز للمجتمع جيل يحافظ عليه. حبنا لأولادنا فضيلة الدكتور ياسر في المتابعة، يعني بنترجمه في المتابعة دلوقتي، هل يجوز ان احنا يكون الدرس عملي في ان احنا نتواصل ونصل رحمنا ونشوف اهلنا الكبار، امي وابوي واخواتي، عشان يكون الدرس عملي للأولاد، عشان ما يبقاش في فجوة؟ ما في شك، ان يقولوا ان بر الوالدين كتاب يكتبه الأب ويقرأه الأولاد. نعم. يعني الأب بيكتبه أو يسطره، الأولاد يقرؤونه. يعني أنا بدل ما أقعد أدي ابني 100 محاضرة أو 100 درس في بر الوالدين، أنا بر أبي وبر أمي. نعم. سوف يرى ابني مني وسوف ترى ابنتي مني ما أفعله مع أبي وأمي، سيكون. وإحنا شفنا في ما دمنا في عيد الأضحى ومع إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم عليه السلام برا بأبيه حتى وإن كان هذا الأب مشركا. فالقرآن الكريم موضح لنا ذلك، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لم يجرده من أبوته رغم شركه، ولم يتخلى هو عن بنوته لهذا الأب. ولذلك الله تبارك وتعالى كفاه بولد يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فالجزاء من جنس العمل. نعم. فإذا أردنا أن يبرنا الأبناء وتبرنا البنات، يبقى لابد أن نبر أبائنا ونبر أمهاتنا. نعم. فإذا أردنا فعلا أن نقتدي بسيدنا إبراهيم نقتدي به عملا، أن أردنا أن نقتدي بسيدنا رسول الله نقتدي به عملا. نعم. لأن المحب لمن يحب مطيعه. نعم. لا أدعي محبة النبي ولا أدعي أنني من أبناء النبي إلا بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا هسمع بقى، يعني هرجع ليك تاني يا إبراهيم، ونسمع بقى آيات عن البر، يعني بداية من وقضى ربك مثلا، أو شوف أنت آيات من آيات البر كده أسمعها. ها تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحمي صوتك يا رب. الأستاذ وليد،
جميل الاهتمام بالناس وجميل هذه المهمة التي يعني تحملتها على عاتقك وأنت المربي الفاضل ويعني من الخلفية التعليمية ووزارة التربية والتعليم اللي بنرسل لها كل التحيات وندعي لهم ربنا يوفقهم في المجهود اللي بيبذلوه ومنتظرين إن شاء الله الأفضل. يعني الأولاد وعلاقة حضرتك بأولياء الأمور كان في مشكلات في الأول بتواجهك قدرت تتخلص من جزء كبير منها؟ الحمد لله. طبعا أي حاجة في الدنيا فيها مصائب ومشاكل، بس اللي يفكر يحل المشكلة بسلاسة مشاكل الغياب الأطفال وديت حلناه. احنا عندنا لائحة في الحضانة، اللائحة دي حطينا من ضمن بنود اللائحة ان اللي يغيب بدون اذن او بدون داعي يفصل من الحضانة. وده عشان احافظ على الطفل. يعني انا لما اعمل كده عشان احافظ التقويم للولي الامر. ولي الامر يقول لك لسه في حضانة ده لسه صغير. لا لازم يعرف ان احنا مهتمين عشان دي مرحلة من اهم المراحل العمرية بالنسبة للطفل. الطفل بيتعلم 92% من سلوكيات حياته كلها في المرحلة المؤلمة في مرحلة لحد 8 سنوات ما شاء الله. 92% لو ما تأسس في المرحلة دي بعد كده عمر ولي الأمر ما يقدر يقومه. صحيح. بيبقى صعب جدا. صحيح. فجينا عملنا اللائحة وقلنا للطفل اللي يغيب بدون إذن يفصل من الحضانة ونفذناه. دي أول مشكلة كانت كنا بنعاني. في تعاون من أولياء الأمور. لا أولياء الأمور لما بجيبهم وبنعمل لقاءات وببدأ أشرح لهم أنا بعمل ليه ده عشان يفهموا انا ليه بعمل كده. يعني في لقاءات دوريه مع اولياء الامور؟ طبعا طبعا دوريه طبعاً. اجتماعات على طول. اسبوعيه ولا شهريه؟ شهريه بحيث ان ولي الامر لو له طلب شايف حاجه في الحضانه يعرضها في تواصل. وانا لو شايف في اي مشكله عند اولياء الامور بعرضها برضو. طب في متابعه اسبوعيه او متابعه يوميه مع اولياء الامور من الفنيين؟ في متابعه عندي خدمه عملاء. طيب في تليفون معايا الاستاذ فرج من السنطة غربية. الاستاذ فرج اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل يا فندم. طبعا بحب اشكر الاستاذ وليد ولي كل سنه طيبين الاول. كل سنه طيب. الاستاذ وليد راجل محترم وراجل بتاع ذو قيمه واخلاق وحضانه نتشرف فيها. طبعا هو نفعت حضانه الدور هو يعلم ذلك. وهو طبعا فاضل وتربيه اولاد ما فيش احسن من كده بصراحه. وبنشكره على الجهد اللي بيبذله فعلا ونحن متواصلين مع بعض بالنسبه لحضانه الدور وحضانه الوليد. وطبعا يدعمنا كثيرا ونحن ندعمه كثيرا ونشكر فيه طبعا وربنا يبارك فيه. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ فرج على القلب الرائع الجميل وعلى يعني اظهار التعاون. ما فيش روح منافسه ولكن في روح تعاون. انا بشكر حضرتك فعلا مربي فاضل ربنا يبارك فيك. صديق جميل لحضرتك وانه يعمل مداخله هو صاحب اكاديميه من الاكاديميات التربويه انسان محترم يقدم لحضرتك الشكر. فحضرتك وجه له كلمه الشكر بقى. استاذ فرج حضرتك انسان محترم جدا وذو قيمه واخلاق وبتتحلى بصفات بيوصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يجزيك خير ان شاء الله وهنقول لك جزاك الله خيرا وربنا يعطيك البركه في بيتك وفي اولادك. دكتور ياسين من جامعه الازهر اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذنا كل سنه ومعاليك طيب. معالي الدكتور كل عام وانت بالف خير يا دكتور. وحضرتك بالف صحه والف سلامه. ربنا يحفظك. ربنا يبارك في معاليك. الاول بنسلم على الدكتور ياسر نصيف استاذ مبارك. يا مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذنا استاذ الكريم استاذ وليد شلبي اخبار معاليك. اهلا اهلا يا دكتور. اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. مولانا الشيخ ابراهيم منور والله على الشاشه. الله يعزك يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. الاجيال الجميله اللي موجوده معانا حاجه جميله. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ وليد وفيما انت. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. والله احنا انا عايز اوجه رساله الشكر للاستاذ وليد بصراحه يعني على المجهودات الرائعه اللي بذلها في محيط مركز السنطه في تخريج اجيال. انا بصراحه شايفها ممتازه 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 بصراحه. اهتمام الاستاذ وليد عندنا بالاطفال اهتمام واضح وبين للجميع بصراحه لا سيما في المجال الديني. كنا نفتقد هذا المجال في اطفال الروضه والحضانه عندنا في المنطقه ولكن الاستاذ وليد يعني غير المفاهيم في تلك الاونه الاخيره فله منا كل تقدير واحترام بصراحه يعني. شكرا يا دكتور.
احنا بنشكر حضرتك للمداخلة الطيبة الجميلة دكتور ياسين، ونسعد بتواصل علمائنا وأساتذتنا في الجامعات وتقييمهم الرائع لهذه التجربة. ده يعني حاجة طيبة جدا جدا انه عينيكم على المعيار وبتزودوا المعايير معانا. نشكر حضرتك دكتور ياسين لمتابعتك للمؤسسات التعليمية وخاصة المؤسسات اللي بتعلم الناشئ، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. الأستاذة ملك من الجميزة. ألو أستاذة، حضرتك وطي التلفزيون وكلميني من التليفون. ماشي. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، معاكي اتفضلي. بشكر جدا الأستاذ وليد، عشان أنا كنت في حضانة الوليد بالجميزة. اتفضلي. ماشي، بشكركم جدا، وبشكر الاستاذه رغبه والاستاذ وليد على ادائهم الجميل، ومس رشا على الاداء الجميل اللي هم بيعملوه. نشكرك يا ابله ملك على المداخله الطيبه ديت، ربنا يبارك فيكي وعيدك مبارك، ربنا يحفظك. احنا لو هنسيب بقى المداخلات مش هنسمح الاولاد، فاحنا هنخليهم بقى يدونا مكالمات مداخلات في الفقره الثانيه، ونشوف كده مين من الاولاد عندنا نسمع منه ايه. عندنا بقى ادهم صالح. فين اسد دكتور ادهم؟ فين البطل بتاعنا؟ اديله الميكروفون من فضلك يا استاذ ابراهيم. اتفضل. يقول نشيد جميل. صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى عليه وسلم، محمد نبينا أمه وآمنة، أبوه عبد الله مات مرآه، جد لي رباه أبو طالب عمه كان بيخفف عنه، والسيدة حليمة مرضعت نبينا كانت لما تشوفه تجرى عليه وتبوسه، كان السعد جانا كان الفرح جانا، اتولد في مكة ومات في المدينة صلى الله عليه وسلم. اتفضل استريح، خلي الميكروفون معاك. انا عايز اسالك سؤال بقى، انت ما بتاكلش ولا ايه؟ مالك ضعيف كده؟ احنا بقى عايزين نبعت رسالة لماما وبابا عشان تاكل كويس، اتفقنا؟ هي اختي اللي كانت بتتكلم. اختك مالك اللي كانت بتتكلم دي؟ طب بص بقى الكاميرا دي، امسك الميكروفون كويس وابعت رساله لملك، قول لها كل عام وانت بخير يا ملك. كل عام وانت بخير يا ملك. وقول لها انا بحبك قوي يا امي. بحبك قوي يا امي وبحب بابا كمان. ايوه كده، برافو عليك، احسنت، ولد ممتاز. وجد وتيتا. وست وجد وتيتا. وجد وتيتا. وست وجد وتيتا وعمته والعيله كلها. ايوه برافو عليك، اتفضل. كويس. خد الميكروفون منه من فضلك. انا اللي بشكرك، ربنا يبارك فيك. معانا حد تاني من الاولاد ممكن معانا. طب معانا مكالمه، مين؟ السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علاء حمد، 100 حوالي مركز الصنطه. اهلا اهلا بالاستاذ علاء حمد، اهلا بحضرتك، اتفضل. كل سنه وحضرتكم كلكم بخير. عامك طيب وعيدك مبارك. تحياتي للدكتور ياسر والاستاذ وليد والشيخ ابراهيم. يا مرحبا، كل سنه وانت طيب. ربنا يكبر خاطرك. كل سنه وانت طيب. والله اتصالي بس اللي انزال الناس منازلهم واعطاء كل ذي حق الحق الصراحه يعني. اتفضل. الاستاذ وليد من الناس اللي حاطط بصمات في البلد عندنا بشكل واضح بشكل باين يعني. ما شاء الله. التزام، وانا اشهد من تخصصي انا لغه انجليزيه مدرس. الطلبه اللي بتجيلي من عند الاستاذ وليد في حضانه الوليد جاهزه، طلبه جاهزه. ما شاء سواء الله. سواء مخارج الفاظ، صوتيات، حفظ، سبيلنج، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له. ربنا يبارك فيه. فتحياتي ليه وربنا يوفقه ويكمل المسيره ديت ويرتقي اعلى واعلى ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ علاء، انت حد منصف وجميل، وشهاده من الشهادات اللي الواحد يعتز بيها، ربنا يبارك فيك، بتاكد على انه منهج نور البيان، ويعني الاهتمام بالنشأ بيجيب فعلا اثر طيب جدا جدا في السنوات الاولى من التعليم الاساسي، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، شهاده جميله يا استاذ وليد، ربنا يحفظك. استاذ علاء تربيه وتعليم بقى، وحاسس بالتعب اللي احنا حد من الناس الجميله، كلامه رقيق ورائع ما شاء الله، يعني ربنا يحفظك. وجه كلمه شكر يا استاذ وليد لكل شركائك في الفتره اللي فاتت، تقول لهم ايه؟ جزاكم الله خيرا. كل المعلمات من مشرفات ومعلمات ودادات، دول الحضانة قائمة عليهم، هم أهم شيء. المشرفة والأستاذة رضوى مديرة المناهج، الأستاذة رشا
الاستاذه مي، الاستاذه سالي، المعلمات كلهم ناس افاضل وناس كلهم هنشكر يعني المعلمات بس. طب ما تيجي ناخد مكالمه عشان نشكر ابله ناهد معانا على التليفون. ابله ناهد اتفضلي. السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك بالف خير. احب اهني الاستاذ وليد وحضنه الوليد كلها بصراحه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف خير. ناس محترمه جدا وناس افاضل، وانا كنت مدرسه معاهم، والفضل بعد ربنا يرجع لهم في ان انا اتعلمت على ايديهم حاجات كتير. ما شاء الله. والقران نفسه اتعلمت اقراه هناك صح، وتعلمت تجويد، فبصراحه يعني الله يبارك لهم في مجهودهم الرائع مع المدرسات ومع الاطفال ومع كل الناس بصراحه. الشكر موصول لحضرتك استاذ وليد، هيرد الشكر لحضرتك. شكرا، شكرا جدا يا استاذه ناهد، وحضرتك وحضرتك من الناس المحترمه جدا جدا جدا، ومن المعلمات الشاطره جدا جدا. الله يبارك لك. انا حتى بصراحه يعني بشد اخلاقكم، انا حتى بعد ما سبت الحضانه وقعدت في بلدي لظروف صحيه اشتغلت في حضانه ثانيه، حضانه الزهور يا استاذ فرج، حضرتك لسه بتتواصل معانا وبتدعمنا فعلا. الله يبارك لك. يا فندم احنا كلنا في خدمه الاطفال، الوليد والزهور، اي حضانه تانية، كلنا في خدمه الاطفال. لا بصراحه انا بوجه شكر لحضرتك والابلرات وابلرات ناس من الناس المحترمه جدا. احنا اي حد بيسالنا على اي حاجه ما بنبخلش بحاجه. بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله، وكل سنه وحضرتك واسرتك وحضانتك وناسك بالف الف خير. بشكرك على المداخله الطيبه دي. التعاون مع مؤسسات التعليميه في المحيط، ويعني ازاله الحواجز والغاء روح المنافسه وحقد بقى، لا الموضوع فيه تعاون جميل جدا، وكانه في هدف كبير كلنا بنشارك فيه عايزين نحققه. ما عندناش ده خالص. الحمد لله احنا كلنا، احنا اكتر من حضانه ومؤسسات تعليميه وحضانات مدرسه، ومع ذلك كلنا متعاونين جدا، ومفيش اي مشاكل بيننا خالص، لان احنا كلنا هدفنا واحد، الطفل. نعم. عندي عند غيري هو الطفل ده هو هدفي. عندك مشكلة بتحمل هم الأطفال الأمة وحريص على أنه عندك أو عند غيرك أنه ينال حقه يعني؟ أنا أهم شيء الطفل ده هو يتأسس صح، يتأسس صح تربويا علميا دينيا. الله أكبر. عندي يوميا حصة اسمها حصة سلوك، الحصة دي بنعلم الطفل من أول ما يقوم من النوم لحد ما يجي ينام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. صلى الله عليه وسلم. يقوم من النوم يقول إيه؟ يخش الحمام يقول ايه، يخرج من الحمام يقول ايه، يجي ياكل يقول ايه، يجي يشرب يقول ايه، يجي ينام يقول ايه. طب احنا عندنا هنا حد هيقول ايه؟ نجيب محمد. يلا يا محمد سمع، ادي له الميكروفون. من الطلبه اللي كتير الحركه شويه ما شاء الله، يعني ما شاء الله بس هنسمعه وصوت عالي وشاطر. يلا هيقول لنا بقى نسم النبي. يلا يا حماده نشطص. محمد ابن عبد، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد، ابن عبد مناف ابن قصي. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا محمد. اتفضل استريح، خلي الميكروفون معاك. قول لي يا محمد بقى، بيقولوا عليك ان انت بتتحرك كتير، انت بقى رياضي وهتبقى يعني حد من الرياضيين الكبار؟ تحب تلعب ايه؟ بتلعب كوره ولا بتلعب ايه؟ بلعب كوره. مين بقى اكتر حد بتحبه في اللي بيلعبوا كوره؟ قرب المايك، قرب المايك كده. تحب مين من لعيبه الكوره مثلا؟ اخويا. ايوه. وصحابي دول اللي بيلعبوا كوره. ما فيش حد من المشاهير؟ محمد صلاح مثلا ولا حاجه؟ تحب محمد صلاح؟ طب بص في كده في الكاميرا الريك دي كده، وابعت رساله لبابا وماما وقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانت خير يا ابي يا امي. يا ابي يا امي، انت ولد جميل، ربنا يحفظك يا رب. معانا تليفون رشا شلبي. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك يا دكتور طارق؟ مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك. والله احنا مبسوطين جدا ان حضرتك استضفت حضانة الوليد، وبنشكر الاستاذ وليد على المجهود اللي بيعمله معانا. ربنا يبارك في عمرك. انا مدرسه في مشرفه في حضانة. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يكبر خاطرك. بحضرتك ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في اسره البرنامج وفي الاستاذ وليد. طب احنا على الهوا، هل في تعاون بين اداره المؤسسه او الاكاديميه وبين المعلمات اللي موجودات، وفي تذليل للعوائق والعقبات؟ ايوه طبعا، واحنا حلقه الوصل ما بين الاداره وما بين المعلمات، ما شاء الله بنحاول نربي فيهم الجانب التربوي والجانب التعليمي لحد ما نوصل، ولسه لحد دلوقتي احنا بنسعى ان احنا نوصل لاحسن مستوى ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ايه اهم يعني اهم سمات المرحله اللي فاتت يعني؟
الكورونا والقعدة في البيت دي، هل كان في تعاون من إدارة المؤسسة أن تتواصلوا مع الناس ومع المعلمات في الفترة اللي فاتت، ولا كان في انقطاع؟ أيوة طبعا الحمد لله، عملنا جروب خاص على الفيس وعملنا إضافة لأولياء الأمور، وبقينا بكل يوم ننزل واجب عربي وحساب وإنجليزي، وبنتابع الواجبات وبنصححها، واللي كان بيقوم بكده الأستاذ وليد والأبلة رضوى الله يبارك فيه. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر ليك المداخلة الطيبة دي قبل رشا، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك، كل عام وأنت بألف خير، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أما ناخد آخر واحد كده عشان ناخد بقى مصطفى. مصطفى هتقول لنا يا مصطفى؟ هيقول خطبة جميلة جميلة. قول يا مصطفى. اديله المايك. اتفضل الخطيب الجميل بتاعنا. تبردان؟ واقف يا مصطفى. وموقف يا مصطفى. بص للكاميرا دي كده. يلا اتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، نتحدث اليوم عن موضوع الثقة بالله. لما دعا نوح عليه السلام ربه أني مغلوب فانتصر، لم يخطر بباله أن الله خلقكم البشرية لأجله، وأنا سكان العالم سيفنون إلا هو، فمن ما في السفينة فسجب ربك أطبقت الظلمات على يونس عليه السلام، اشتدت الهموم فما طلب نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فتجمنا لك ونجاني فسجب ربك. ما شاء الله. واخيرا نحن قوم زادوك ربنا الدنيا اتسعت لنا السماء، فكيف نيئه سجب ربك وارفعكم في الضوء، واعلم انه سبب سماوات رب حكيم عليم، اللهم اهدنا واهدي واجعلنا سببا لمن اهتدى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله عليك، تفضل استريح يا ابراهيم. ما شاء الله، ابراهيم من اطفال العرب القران، وهو مصطفى من اطفال العرب القران، وهو ضيف على حضانه الوليد النهارده. امسك الميكروفون وقربه كده يا ابراهيم. يا مصطفى امسك. مين اللي حفظك الخطبه الجميله دي؟ ماما وبابا. ما انت ماما وبابا اللي حفظوك الخطبه الحلوه دي؟ طيب شايف الكاميرا اللي هناك دي؟ بص اهي اهي، ايوه دي. بص بقى كده وقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنة وانت طيب يا أبي. انت جميل يا مصطفى، والخطبة اللي انت قلتها دي الجميلة، الثقة بالله دي، احنا كلنا محتاجين فعلا نثق بالله ونتوكل على الله. انا بشكرك جدا جدا يا مصطفى، ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك يا حبيبي. جميل ان الاولاد في سن المبكر يبقى عندها الارتباط بالدين وعندها الارتباط بالقيم والمبادئ. الطفل صفحة بيضة. نعم. زي ما تنقش فيه تلاقيه. الطفل بصوره للبيئه اللي هو عايش فيها. ما شاء الله. بيت متعلق بالله وبالرسول تلاقي الطفل برضه متعلق بالله وبالرسول. زي ما الاب والام والبيئه اللي هو موجود فيها بيعلموه وبيقولوا له بيحفظ. علموه اغاني يحفظ اغاني، علموه قران يحفظ قران. ما شاء الله. ناخد الاستاذ احمد من وسنا عشان نسمع كلمة كده من الدكتور ياسر عن القيم والمبادئ وزرع وغرس القيم والمبادئ في قلوب الأولاد. ربنا يبارك فيك. أستاذ أحمد من أويسنا اتفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين يا فندم. ربنا يبر خاطرك وأنت كذلك. أستاذ الدكتور طارق اللي منور البرنامج والقناة. يا رب يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك. برنامج. الله يحفظك. يعني في البداية كده أنا بوجه الشكر للقناة على كم المجهودات اللي بتبذلها لنجاح البرامج حقيقي، يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني زي البرنامج اللي احنا بنشوفه دلوقتي، برنامج المال الجميل، يعني قناه الصحه والجمال قناه مميزه بالبرامج بتاعتها وتوفر كرام اعزاء، انا شخصيا محبيها يعني. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. طبعا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم لنا.
برنامج بيسلط الضوء طبعا على الأطفال وعلى البراعم الجميلة الطيبة وعلى النشأ الجميل. وطبعا الشكر موصول لأستاذنا الأستاذ الدكتور ياسر اللي منور القناة. ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد. هو الدكتور ياسر بصراحة يعني وبدون مجاملة موسوعة علمية ضخمة. نعم أحسن الله عليك يا أستاذ. أنا شخصيا بعتبره كده بستفيد من علمه الغدير. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. وربنا يبارك يعني في كل من قرأ القرآن الكريم وسامعه وجعلنا من أهل الجنة. ربنا يحفظك واحنا جميعا يا فندم ويحفظ مصرنا الحبيب الغالي علينا كلنا. استاذ احمد احد كادر وتحياتنا كريم خالص والله. ده انا ببلغ وجودك معايا ببلغ تحياتنا لاهل اوسنا واهل المنوفيه، والمنوفيه الحقيقه بتضرب مثل كبير جدا في يعني الحب القران. حضرتك كمان الدكتور والله ربنا يكبر خاطرك. تحياتي وعامك طيب وعيدك مبارك ان شاء الله. تحياتي لكم المسلمين جميعا يا رب وعلى القناه والصوت. كل سنه وحضرتك بألف خير. ربنا يحفظك يا حبيبي، اتفضل. ربنا يبارك فيك، اتفضل. دكتور ياسر، زرع القيم في قلب الاولاد ضروره لا شك فيها، هذا مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه. يعني ليست النائحه كالسكله، يعني النائحه المستاجره في عزاء مقابل مبلغ مادي ليست كالسكله صاحبه العزاء وصاحبه المصيبه. نعم. فانا احيي الاستاذ وليد انه صاحب هم وصاحب رساله ويريد تحقق الهدف وإن لم يكن على يديه. طب أنا يا دكتور صاحب هم برضه، وعندي الحاجة أم محمد على التليفون ومش عايز أسيبها لأن حضرتك قاعد معايا شوية. طيب شرف لينا نستقبل بعد إذنك، يعني حضرتك هتسامحني إنما مش عايز حد يزعل. أنا هسامحك بس مقابل أختي الحاجة أم محمد اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا، أهلا وسهلا بحضرتك. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. للأستاذ وليد شلبي، لكن كل احترام وتقدير للأستاذ وليد شلبي وحضانة الوليد. أنا أم لثلاث أطفال اتخرجوا من الحضانة ما شاء الله، على راسي كل التقدير وكل احترامي ليهم ما شاء الله وتعبهم مع أولادنا. أنا أبنائي في مراحل دلوقتي أولى جامعة إن شاء الله وفي إعدادي وابتدائي، الثلاثة متخرجين معنا الأستاذ وليد. يعني كل الاحترام والتقدير وتعب ومجهود مع اولادنا، ثمره كويسه جدا جدا طالعه من تحت ايديه. ربنا يا رب كده من نجاح لنجاح ان شاء الله ومن توفيق لتوفيق باذن الله. نشكر ليك المداخله يا حاجه ام محمد، ربنا يبارك في اولادك، وبنشكر لك انصافك وعرضك الطيب للتعاون مع حضانه الوليد، وقد ايه هي يعني بتاكد على اخراج نبته طيبه للمجتمع. ربنا يبارك فيكي وتشوفهم احسن الناس ان شاء الله. ربنا يحفظك. دكتور ياسر، دكتور الاستاذ وليد اصل لسه قاعد معايا شويه، وبعدين حبايبه كتير ما شاء الله، واضح لان ما شاء الله المؤسسه بتاعته مؤسسه فيه. كبيره. ولو سيبنا الموضوع احنا مش هنلحق نتكلم عن العيد، يعني هنتكلم عن حضانه الوليد بس. فهو ما شاء الله يعني نجم من نجوم الصنطه. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيهم. هم اساتذتنا التربويين المعلمين، هم اللي ربونا يعني في المراحل الاولى من التعليم. زراعه القيم في قلوب الاولاد ضروره طبعا، مما لا شك فيه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالنشأ. نعم. فالمتأمل لحديث النبي وكل أطفالنا في الحضانة، أول ما يدخل الطفل بيحفظوا الحديث، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ماشي احنا بنحفظ الحديث، لكن هناك درس خفي في هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة وصاحب هذه الأمور الهامة التي في ذهنه، تبليغ الدعوة والجهاد وكذا وتعليم الأمة والقرآن وغير ذلك، النبي كان أكتر واحد في الكون كله مشغول. نعم. أكتر واحد كان عنده رسالة صلى الله عليه وسلم، أكتر واحد كان عنده هم. نعم. ما يرى صلى الله عليه وسلم إلا شارد الذهن، مشغول البال، دائما يفكر، ولكن يقعد مع طفل صغير ويقول له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن الأمر يعني جد خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بيد غلام ويتحرك به، النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بطفل معه طائر صغير ويهتم بحاله وحال لعبه. نعم. يبقى القضية مهمة جدا جدا جدا. نعم. ان سيدنا رسول الله ينصح كل واحد فينا في هذا الحديث بدرس خفي، احنا كلنا بنحفظ الحديث وبس، لكن تخيل النبي العظيم ده قاعد يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، واحنا ما يعرفش الواحد فينا يتفرغ لابنه في اليوم ساعة أو ساعتين يعلمه
أدب أو سلوك معين، ولا يعرف الواحد يتفرغ لأبناء جيرانه وأبناء يعني أبناء أخوته وأبناء أخواته، لابد ويقول لك أنا مشغول. ما فيش حد فينا مشغول زي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا حد فينا شيء إلا هم زي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الدعاء غير صحيح إنه يقول لك أنا مشغول مش فاضل. لا، النبي كان أكثر واحد مشغول، ولكن اهتم بهذا النشأ. اهتم ليه؟ لأنه يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم تمام العلم أن بناء الأمة قائمة على هذا الجيل وهذا النشأ. نعم. ربنا يبارك فيك دكتور. ربنا يبارك في عمرك. وأستاذ وليد، احنا سمعناهم كلهم مش كده؟ اه طبعا. واحنا معانا مجموعة تانية من بره. مجموعة تانية كمان. هستأذنك هناخد، وأحمد موج موجود معانا هنا؟ أحمد موجود معانا هنا؟ فين أحمد موج؟ محمد. ما محمد موج. احنا معانا تليفون الأستاذ أحمد موج. أهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اوجه بس الشكر للاستاذ مجيد والاستاذ رضوى. يسعدنا ويشرفنا، اتفضل. ده له جيل جديد، جيل جميل جدا، ومعلمينهم ازاي اسس المدارس ومحفظينهم برضه، فالشكر ليهم في الاول والاخر. وانا والد بي، وانا ابني انا اللي قدام حضرتك محمد، احنا بنشكرهم للاثنين محمد، وان شاء الله افتكرتهم على طول. احنا اللي بنشكر حضرتك، واسمح لنا نرد الشكر بتاعك بان محمد موج يوجه رساله شكر على الهوا دلوقتي لاحسن اب في الدنيا كلها. خدي الميكروفون وقول له انا بحبك جدا يا ابي، بحبك جدا يا ابي، وعايزك تقول له حاجه تانية مهمه قوي بقى. بص كده للكاميرا دي وقول له اول ما روح تديني عاديه كبيره. اول ما روح تديني عاديه كبيره. بس احنا كده دبسناه على الهوا عشان هو كده ايه بقى يعني قال كلام جميل. احنا بنشكر حضرتك وكل عيله موج على الثمره الطيبه الجميله دي، وطبعا بنكرر شكرنا للاستاذ وليد. اسمحوا لنا هنختم الفقره الاولانيه ديت بحاجه جميله كده من اخونا ابراهيم، ونسيبكم لحظات ونرجع لكم تاني بقى مجموعه كبيره وجديده من المواهب. فاسمحوا لنا كده نسمع حاجه من ابراهيم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. عذرا حبيب الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن يعرفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله
والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى والله يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لن يخسفا رسول الهدى صلوا عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا معانا أستاذ وليد فيديو فيه استعراض استعراض غنائي اسمه مصري أم الدنيا. مصري أم الدنيا. اسمحوا لنا أصدقائي مخرجنا الجميل وأصدقائي في الكنترول، هنخرج فاصل صغير نسمع فيه الاستعراض دوت، وبعد الاستعراض إن شاء الله نرجع ليكم تاني مع مجموعة جديدة من المواهب. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم وفقرة من فقرات اليوم المفتوح، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف ألف خير، مصر والأمة الإسلامية وكل العالم، وبرنامج فرحة العيد والعيد فرحة وأجمل المواهب من كل مصر، والنهارده بيشرفنا وجود حضانة الوليد من الجميزة السنطة غربية، وفي وجود عالم من علمائنا الأفاضل فضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئة علماء المسلمين، ومعانا من المواهب الجميلة عمار ياسر النهارده عبد الباسط الجديد الصغير، هنسمع منه ان شاء الله بصوت فضيله الشيخ عبد الباسط وفضيله الشيخ الدوسري، هنسمع مواهب كمان جميله من اطفالنا الحلوين. خلونا نبدا بعد اذن الاستاذ وليد بعد اذن الدكتور ياسر نسمع كده عمار ياسر ونسمع بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هتقرا لنا ايه؟ اتفضل. اقرا من سوره الرحمن. اتفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وفي صوتك الطيب الجميل. انت في اي عام الدراسي يا عمار؟ انا في صف الثالث الاعدادي. العام السنه دي هتخلص وتروح اولى ثانوي؟ لا اروح تروح ثالثه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويكبر خاطرك، وانت عاشق للشيخ عبد الباسط يعني مش كده؟ انا عارف ان انت كمان بتجيب الشيخ الدوسري ومجموعه من المشايخ، هسمعك تاني يا عمار ربنا يحفظك. ولكن نرجع لاستاذنا استاذ وليد. احنا الحقيقه معانا مكالمه منتظره، احنا معانا مكالمه يا شباب. طيب الو. اهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمه الله، مين حضرتك؟ انا الاستاذه ليلى الشعراء ومشرفه حضانات. اهلا وسهلا بالاستاذه ليلى. الاجتماع. كل سنه وانت وحضرتك بالف خير يا فندم. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين وبخير يا رب. ربنا يكبر خاطرك. وانا بشكر قناه الصحه والجمال على انها اتاحت للاستاذ وليد الفرصه دي، و
انا مشرفه حضانه ومن ضمن الحضانات اللي بنشرف عليها حضانه الاستاذ وليد. نعم. بصراحه حضانه مشرفه وحضانه مزاجيه. حضرتك من الشؤون الاجتماعيه مش كده؟ ايوه مشرفه حضانات. ربنا ولما بتنزلي حضرتك بقى تبشري الحضانات ديت وبتحطي المعايير بتاعتها. ايوه ان شاء الله. لقيتي بقى حضانه الوليد يعني نموذجيه. نموذجيه واول حاجه الاستاذ وليد حضانته الامان. الامان اهم حاجه فيها. نعم. شكرا استاذه ليلى. ربنا يحفظك يا استاذه ليلى وبشكر حضرتك على انصافك والله. نعم. حضانة والأستاذ وليد نموذج مشرف ومش رغبة بالنسبة للحضانات اللي بنشرف عليها كلية. ربنا يبارك فيك. احنا اللي بنشكر جهدك الطيب وبنشكر ليكي مداخلتك على الهواء وانت من الجهاز التنفيذي. ربنا يبارك فيكي وتحياتنا لكل أسرة شؤون الاجتماعية في الغربية على الكلام الطيب اللي بتبذلوه. ربنا يحميكم ويحفظكم يا رب. شكرا لحضرتك جدا. عليكم السلام. طيب احب اشكر الأستاذة ليلى وأقول لها كل سنة طيبة وأنت من الناس الطيبين جدا جدا واللي تأدي عملها على أكمل وجه وهي وطقم العمل والرئيسة بتاعتهم الأستاذ أمل البرقي بيأدوا عملهم على أكمل وجه وبيحبوا الشغل وبيقفوا جنبنا في كل الأزمات. جت قبل كده أزمة إنفلونزا الخنازير وقفوا جنبنا لما عديناها وأزمة كورونا اللي احنا فيها وبينصحونا بالصح والصالح واحنا طقم عمل يعني مش اشراف علينا قد ما هم بيحبونا وعايزين يساعدونا من اجل الاطفال ومن اجل خدمه البلد. فالناس بتوع الشؤون الاجتماعيه في وحده شؤون متحواي صراحه الناس كلهم يستاهلوا كل خير وجزاهم الله خيرا وربنا يبارك لهم. ربنا يبارك فيك على هذه المكالمه الطيبه والرساله الجميله لاسره شؤون الاجتماعيه في الغربيه وخاصه مكتب وحدة ميت حواي. ميت حواي ربنا يبارك فيه. عندنا من الأطفال الجميلة النهاردة اللي هتسعدنا بيهم. أنا طبعا كنت قلت لحضرتك احنا بنوصل لمستوى الطفل انه يقرأ من المصحف بالتجويد وبطلاقة. معنا النهاردة زيدان. زيدان بيقرأ من المصحف. يقرأ من المصحف. وعندنا فقرة جماعية تقريبا. فقرة جماعية. نشوف الفقرة الجماعية كده. نشوف الفقرة الجماعية. يلا البنات الحلوين. اديهم الميكروفون يا عمار. اديهم الميكروفون في الوسط. اللي في النص امسكي. هتقولوا ايه يا اولاد؟ يلا يا ميرنا. يلا مع اخواتك. الفقرة اسمها يلا. ايه؟ حيا بنا نذكر أبناء الرسول. صلى الله عليه وسلم. أربع ناس وثلاثة ذكور. زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة عبد الله والقاسم وابراهيم كلهم من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية. ما شاء الله تبارك الله. سيدنا إبراهيم من ماريا القبطية من مصر صح؟ مش كده؟ يعني احنا في نسب بيننا وبين سيدنا النبي. ها؟ انت من البندره؟ اه. واحنا منين؟ كلنا من مصر. كلنا من مصر صح ولا لا؟ امسكي الميكروفون في ايديكي كده بقى قولي لي انت اسمك ايه؟ مرهم مصطفى مجدي. مرهم؟ اه. مصطفى مجدي؟ اه. انت بتحبي بابا مصطفى قوي؟ طب بص للكاميرا هنا كده وقولي له انا بحبك قوي. لا الكاميرا دي. الكاميرا هي بصي ايديا. ايوه دي. قولي له انا بحبك قوي يا ابي. انا بحبك قوي يا ابي. وكل سنة طيب. لا ضعيفه صوتك ضعيف. طب قولي كده انا بحبك قوي يا امي. برضه نفس الصوت ضعيفة؟ أصل أنا بتكلم كده. يعني أنت صوتك ضعيف كده؟ طب قوم اقفي كده. بس أنت قوية أهو، طب بصي كده. قولي أنا بحبك أوي يا ستي. أنا بحبك أوي يا ستي. أه شفت أنت قلتي دي بصوت حلو إزاي؟ أنت جميلة يا مريم ربنا يحفظك. خلي الميكروفون معاكي. اسمع ناخد مكالمة مدام رانيا. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنه وحضرتك كلكم طيبين. كل عام وانت بالف خير. احنا مبسوطه عشان بس اشكر استاذ وليد على الطرح. بص يعني عامل بصراحه شغل جامد جدا كلنا بنتعلم منه. انا زوجة الاستاذ فارج الشام صاحب حضانه الزهور. انا لما جيت افتح الحضانه فتحها بس عشان اقلد استاذ وليد. نحب ان احنا نفتخر ان احنا بنقول احنا بنعمل زي استاذ وليد.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك والله على انصافك. حضرتك وزوجك من الناس اللي يعني طيبه جدا، اتفضل حضرتك كلمها. دي صاحبه حضانه منافسه، بس احنا عندنا منافسه شريف، عندنا ايد واحده وتعاون. وبعدين الاستاذه رانيا يعني اصل طيب، انسانه متعلمه ومثقفه، فاخلاق عاليه جدا جدا، وما نبقاش ايد واحده لما نكون كلنا همنا على الطفل ومستواه دينيا وتعليميا وسلوكيا. وشكرا يا استاذ رانيا. شكرا يا استاذ رانيا، ربنا يحفظك. انا يعني هنحتاج تعليق من حضرتك على الروح اللي عجبتني جدا، كنت لسه يعني هحتاج حضرتك تعليق من نعم. حضرتك، ولكن والميكروفون في ايديهم بس الاول نعم. هم قالوا كده، فنسمع. ادي الميكروفون لاختك كده، اسمع حضرتك ايه. انت بتحبي ايهاب ولا ما بتحبوش بابا ايهاب؟ لا بحبه. بتحبيه قد ايه؟ قد الدنيا كلها. طب بص كده للكاميرا دي كده وقولي لباباكي بابا ايهاب، قولي انا بحبك قوي يا بابا. انا بحبك قوي يا بابا. وماما هتقول لها ايه؟ انا بحبك قوي يا ماما. قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انا امي. طب خليكي بقى معايا بقى، خليكي ماسكه الميكروفون كده، وناخد مكالمه الاستاذ ايهاب. خليكي بقى معايا بقى، خليكي ماسكه الميكروفون كده، وناخد مكالمه الاستاذ ايهاب. لا وطي وكلمني من التليفون. السلام عليكم يا فندم. وعليك السلام ورحمه الله. انا استاذ ايهاب ولد الطفله جنى. يا اهلا وسهلا بحضرتك. فين جنى؟ هي اللي ماسكه المايك. هو موقف. ازيك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك فيك ويحفظك، ويعني الرد كان سريع، وهي لسه قاعده تحب فيك بقى على الهوا تقوم حضرتك تقابلنا على طول، يعني كل سنه وحضرتك بألف خير. اختبت كمان. ربنا يحفظك ويبارك فيك على النبتة الطيبة دي، وعلى التعاون الجميل مع حضانة الوليد، يكون الثمرة جنى الجميلة الرائعة اللي احنا شايفينها دلوقتي، ربنا يبارك فيها وفي اخواتها ان شاء الله. كلمي بابا يا جنى بقى، قولي له ايه. انا يا بابا. ايه يا جوجو؟ انا لسه ما شفتهاش، انا لسه جاي من الشغل والله ما شفتهاش وما عدتش عليها. لا يا انت يا جميلة، بس الحمد لله يعني في مكان احسن. قولي له بقى لما اجي على طول تديني العيديه. مكسوفه. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ ايهاب، الحمد لله على السلامه، عيدك مبارك، وبنشكر ليك المداخله الجميله الطيبه، وبنشكر ليك دعمك لحضانه الوليد والتعاون المستمر بين اولياء الامور وبين اداره الحضانه. ادي التليفون الميكروفون لاختك ميرنا. اتشرف باسمك حضرتك، اسمك ايه؟ ميرنا احمد بنسا. انت جميله قوي يا ميرنا ما شاء الله. انت حفظت حاجه من القران ولا لسه؟ حفظت. حافظه ايه؟ الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها. طب بصي بقى للكاميرا دي كده وقولي بقى لمين اللي حفظتك في البيت. ماما. طب قولي يلا ابعتي رساله شكر لماما، قولي لها كل عام وانت بخير. ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب يا امي. يا ام. كل سنه وانت طيب يا ابي. كل سنه وانت طيب يا ابي. انا بحبكوا قوي. انا بحبكم قوي. انت جميله يا ميرنا. هاتي الميكروفون مع عمار هنا. معانا الاستاذ ضياء، اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ ضياء، وعليك السلام. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. انا سعيد والله ان قناه الصحه والجمال نورت لنا الاستاذ وليد، يعني انا بقالنا فتره ظروف الكورونا، انا من مؤسسين الحضانه معاه وضبط الاطفال، من الناس المحترمه استاذ وليد وحضانه، ما يعني مش عايز اقول لك، مش عايز اشكر فيه اكتر من اللي هو يعني باين شغله معانا من قريه الميزه، يعني مش عايز اقول لك من 20 سنه ما شاء الله، اكتر بقالنا 20 سنه معاه. ربنا يبارك فيك يا استاذ. من اول اولاد يعني، عندي اثنين، واحده تربيه رياضيه وواحده معرفه صحي، يعني اضطرت علشان خاطر الدرجتين اثنين كانت داخله طب. ما شاء الله تبارك الله. يعني الاستاذ وليد من مش عايز اشكر فيه اكثر من يعني الصراحه استاذ وليد يعني مش عايز يعني مربي فاضل. يعني مبسوط وسعيد ان انا شفته النهارده وبشكره. ربنا يحفظك استاذ وليد، وتحياتنا لبناتك واولادك كلهم اللي تربوا في حضانه الوليد، هذه المؤسسه التعليميه الجميله. حضرتك حد جميل انك تخش على الهواء وتقدم الشكر، استاذ وليد يرد على حضرتك. استاذ ضياء انت من الناس الكويسه جدا، استاذ ضياء، ومن الناس المحترمه، ربنا يبارك لك في اولادك وجزاك الله خيرا، وربنا يبارك لك في مالك وفي اولادك وفي بيتك، وان شاء الله
يعني انت من الناس اللي احنا بنحبها جدا عشان انت انسان محترم وانسان مؤدب ومهذب وبتحافظ على الاطفال وبتحافظ على الاولاد وبتربي اولادك تربيه دينيه اسلاميه صحيحه، فربنا يبارك لك في اولادك. متشكرين يا استاذ ضياء على المداخله الجميله دي. معالي الدكتور اتفضل. يعني الحقيقه التواصل الرائع الجميل، التواصل الفعال، نعم. ده بيأكد على انه يعني الروح دي واحنا بنفتقدها، يعني انه يبقى في منافسه زي المحلات اللي جنب بعض، زي نعم. في نعم. منافسه في السوق وبنخطف من بعض اللي كان واضح كده. النهارده الاستاذ وليد بالتواصل الرائع في المجتمع بيضرب مثل رائع جدا جدا في التعاون مع المؤسسات التربويه اللي زيه. من الحاجات اللي لفت نظر فعلا جميله جدا التواصل مع الاخرين. ما في شك معالي الدكتور ان احنا بيننا وبين الاخرين ايا كان لابد ان يكون هناك مساحات مشتركه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم اكيد هيبقى بيننا في نقاط اتفاق وبيننا برضه في نقاط اختلاف، لا شيء في هذا، ولا يزالون مختلفين وكذلك خلقهم، هي دي طبيعه البشر. لكن ندور على نقاط الاتفاق او المساحات المشتركه بيني وبين الاخر وتعامل من خلال المساحه المشتركه بيني وبينه، واترك ونحي جانبا مساحه الاختلاف. نعم. وين وجدت مساحه الاختلاف لا اضع لها اعتبارا ونحيها كما قلت، واركز قوي على نقاط الاتفاق بيننا والمساحه المشتركه بيننا، ويكون ده شعار كل انسان وكل مسلم في الكون كله ان بينه وبين الاخر مساحه مشتركه. اتعاون معاه من خلال المساحه المشتركه او المسافه المشتركه بينهم. في هذا المجال الطيب، مجال تربيه النشأ، في اكيد مساحات مشتركه او مسافات مشتركه بيننا وبين الحضانات الاخرى او المؤسسات او الاكاديميات التعليميه الاخرى. وبرضه عجبني تواصله مع الجهات التنفيذيه في الدوله، وازاي ان هم مش مع وضد، لان بعض الموظفين الحكوميين ساعات يعتبر نفسه ان هو ضد مع مؤسسه زي الحضانه. لا بالعكس، انت تكملني وانا اكملك. نعم. انا شغال في ارض الواقع وفي الساحه وفي الشارع مع الناس، وانت جهه تنفيذيه معك برضه لوائح وقوانين، وانت معذور فيما يعني تفعله من بعض الشده على بعض الاماكن. تعال علمني وقول لي وانا هتجاوب، زي ما حصل ما بينه وبين الوحده الشؤون الاجتماعيه التابع عليها الحضانه. امل برقي يعني في ما شاء الله ما شاء الله، لان في كل وحده شؤون اجتماعيه في قسم اسمه قسم الحضانات زي قسم الجمعيات وبتاع. المفروض يبقى في تواصل بين قسم الحضانات، يبقى في زيارات دوريه، مش لازم يكون جاي افتش واخد ملاحظات ومخالفات. نعم. فدي كانت حاجه جميله جدا ان انا يكون بيني وبين السلطات التنفيذيه في الدوله تعاون، هو جاي المكان وحابب المكان. صحيح. مش جاي مفتش وانا كاره الموظف اللي جاي لي واقول لك امتى يمشي، لا بالعكس انا حابه لانه جاي يعلمني وجاي يقول لي التعليمات اللي عنده طبقا للقوانين بتاعتهم. نتمنى ان الروح اللي جميلة هو يعني. نكون في كل مكان في الدنيا الروح والتعاون دي تنتشر وتبقى عدوى في كل محافظات مصر. اللهم امين يا ريت. بين المؤسسات التربويه وكل المؤسسات الحقيقه، ان احنا ما يبقاش في بيننا وبين بعض يعني بنخطف من بعض او بنتلامس الاخطاء لبعض او بنشتكي بعض، ولكن بندور على نقاط الضعف نقويها ونقاط القوه نزكيها ونعظمها، لانه في الاخر خالص احنا في هذا الميدان كل همنا ان احنا نعلم ولادي المسلمين. نعم صحيح. يعني انا بشكر حضرتك. تلتمس العذر. نعم بشكر حضرتك على الكلام الطيب ده. عندك موهبه بقى جميله في قراءه القران من اي موضع من المصحف. احنا طبعا الطفل بيوصل انه يقرا من اي مكان من المصحف. نعم. مش يحفظ، يقرا. يقرا. خير الحفظ. قدره قدره. نعم. والقراءه شيء. نعم. فمعانا نموذج زيدان هيقرا لنا من المصحف. تعال يا زيدان. تعال جنبي هنا يا زيدان، اتفضل. عدي كده بالراحه، خش في البلالين. تعال يا زيدان. عدي في البلالين، تعال كده هنا. الميكروفون. بسم الله. امسك له الميكروفون كده يا استاذ وليد. يلا يا زيدان شاور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا من اول الصوره. طيب هو استاذ وليد لما تيجي بعد اذنك تبقى تستخدم الميكروفون ده عشان صوتك مش طالع. امسك الميكروفون، حضرتك امسكه وتفضل اقرا. يلا يلا يا زيدان. قد افلح المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة
كاتي فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك. لا تعالى جنبي هنا ده انت جميل او اديله الميكروفون استاذ وليد. ممتاز. اديله الميكروفون. اسم حضرتك ايه؟ اسم ايه؟ قرب الميكروفون كده. اسم حضرتك ايه؟ زيدان محمد زيدان. زيدان؟ محمد زيدان؟ ده زي اسم لعيب الكوره كده بتاع فرنسا ده مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان؟ ها؟ بتلعب كوره؟ قول لي يا زيدان بقى مين اللي علمك تقرا بالتهجي كده بالطريقه الجميله دي؟ مين اللي علمك تتهجى كده؟ مين اللي علمك؟ مس رضوى. هي اللي ما تلعبش في الميكروفون عشان ما افصلش. مس رضوى هي اللي علمتك تتهجى كده في الحضانه؟ انت بتحب مس رضوى؟ طب بص بقى انا عايزك تبص في الكاميرا دي وتقول لي مس رضوى ايه؟ تقول لها جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يا جزاك الله خيرا. جزاكي؟ جزاك الله خيرا. يا مس رضوى. مس رضوى. ربنا يبارك فيكي. بارك فيك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. نبعت رساله شكر لماما نقول لها ايه بقى؟ تحب تقول ايه لماما؟ ما تلعبش في الميكروفون. تقول ايه لماما؟ كل سنه طيبه. بس؟ كل سنه وانت طيبه بس كده لماما؟ انت عايز ما فيش حاجه تانية كده؟ ها؟ كل سنه وانت طيب. هات الميكروفون ده وتعالى كده. عدي كده مكانك كده. امسك الميكروفون. انت جميل قوي يا زيدان الحقيقه. جميل ورائع. ربنا يبارك فيك. اتفضل استريح. انا هرجع تاني لعمار. عمار ياسر طالب الصف الثالث الاعدادي الجميل واللي امتعنا بصوت عبد الباسط عبد الصمد. انا عايز اسمع منك بقى حاجه بصوت الشيخ الدوسري. يلا موهبتك الجميله دي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني من امتى وانت عاشق للاصوات اصوات مشايخنا الكبار الجمال يعني؟ انا من صغري كنت بحب استمع للمشايخ. انا بشكر حضرتك يا عمار الحقيقه على الكلام الطيب الجميل ده. واسمح لنا استاذ وليد فضيله الدكتور ياسر نخرج فاصل قصير كده ونرجع تاني نكمل مع مواهب جديده ومع فقرات جديده من برنامجنا برنامج المفتوح وبرنامج العيد فرح. اعزائي المشاهدين فاصل قصير وارجع لكم تاني انتظرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وفقرات البرنامج اليوم المفتوح برنامج العيد فرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. مجموعة جديدة من المواهب الجميلة اللي هنستمتع بيها عندنا من القاهرة وعندنا من الجميزة السنطة الغربية. اسمحوا لي هنبدأ ببعض آيات القرآن الكريم الجميلة من ابننا خاتم القرآن الرائع عزة حسين نبدأ به ثم نروح بقى لمجموعة من أجمل المواهب الجميلة. الميكروفون ده وحنشوف كده أولادنا الجمال. بيسعدنا أن يكون معنا حتى أسلك له الميكروفون بس أعزائي المشاهدين معلش ماشي. بيكون معنا من حضانة الوليد مديرة المناهج الطيبة الرائعة المربية الفاضلة أبلة رضوى شلبي. هتصطحب معانا الاولاد في بعض الفقرات الجميله النهارده وهنستمتع بالحوار معاها قد ايه هي بتقدم حاجات طيبه لاولادنا يعني. عزة حسين خاتم القران الجميل نسمع منك بعض ايات من القران الكريم اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك. هرجع لحضرتك يا دكتور ياسر في يعني هذه الآيات الطيبة الجميلة. نعم. وأهمية إن احنا نخرج بالأضحيات وبالزكوات بتاعتنا. نعم. للفقراء والمساكين. بس خليني أرحب بأختنا أبلة رضوى شلبي كلنا اللي موجودة معنا في هذه الفقرة الطيبة وهي مربية فضيلة. أهلا وسهلا بحضرتك. والحقيقة أبدأ مع حضرتك أبلة رضوى, يعني كم عمر عملك في موضوع مجال التربية؟ بسم الله ما شاء الله بقالي 17 سنة فاتحين الحضانة, بس ما شاء الله من يوم ما فتحناها وإحنا لنا هدف فيها. الهدف اللي احنا بنهدف بيه انا والاستاذ وليد ان احنا نعلم اولاد المسلمين تعليم صالح ينفعنا في الدنيا وفي الاخره. نعم. والحمد لله, والحمد لله ربنا فتح لنا الابواب وتوفيق ربنا معانا على طول. يعني سنه عن سنه بلاقي الحمد لله كرم ربنا علينا كتير بفضل الله والحمد لله. احنا دلوقتي اكبر ثمره يعني وصلت في التعليم دلوقتي, في حد من الاولاد اللي كانوا عندكم تخرج من الجامعه؟ في اخر دفعه لنا في ثالثه كليه او رابعه كليه. دي اول كان دي اول دفعه, أول دفعة لكم أول الان دفعة في, في في ثالثه جامعه. في ثالثه جامعه ما شاء الله. يعني قريبا العام القادم ان شاء الله نعمل احتفال باول. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا دكاتره ومهندسين وبسم الله ما شاء الله كلهم الحمد لله. ربنا الحمد لله اولاد قبلونا في الطريق ما شاء الله, يعني عارفين يعني منهم الاستاذ ابراهيم جد الله القارئ الرائع الجميل. يعني ما شاء الله على صوته. احنا واحنا جايين في الطريق يعني احسن كلمه قالها لي, قال لي انتوا الفضل ليكم لله ثم ليكم, انتوا اول حاجه عملت. نعم. انا اول حاجه خدتها من كنتم. نعم ما شاء الله من فضل الله يعني علينا. الحمد لله تحطوا اولاد المسلمين على الطريق. الحمد لله. نعم. الحمد لله. هل بتجد الثمره في اولادك صبرك على اولاد المسلمين وتربيتهم؟ طبعا دائما اقول حاجه طول على دام انا براعي اولاد المسلمين انا ترك اولادي لله, وبلاقي فعلا الحمد لله ثمره في اولادي الحمد لله. ربنا ربي يبارك فيك وفي اولادك ووصل حالك. والله دائما اقول كده. نعم. ما دمت انا براعي اولاد المسلمين ربنا بيراعي لاولادي. طبعا من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ربنا يحفظك. الحمد انت تربي اولاد المسلمين وربنا يربي لك اولاد. الحمد لله. انا هرجع تاني لاولادك الجمال اللي حلوين دول, بس خليني كده اروح لعالمنا الجليل الدكتور ياسر فضلان عضو هيئه علماء المسلمين. اهلا بك. وهذه الايات الكريمات الطيبات اللي سمعناها دلوقتي واهميه الاضحيات واخراج الزكوات والاضحيات للمساكين والفقراء. نعم. الله تبارك وتعالى دائما في القرآن الكريم لما يعني يتحدث عن المشاكل أو القضايا الاجتماعية يتحدث عنها بعد القضايا الدينية التعبدية العقائدية, ليلفت النظر لنا أن هذا الدين قائم على العقائد والعبادات وأيضا على المعاملات والأخلاق, لأن القضايا المجتمعية كلها معاملات وأخلاق. نعم. يعني الله تبارك وتعالى يقول رأيت الذي يكذب بالدين, ولو أن الواحد فينا مش حافظ الآيات بعد كده ويقول يا ربي مين اللي يكذب بالدين ده اللي ترك الصلاة ولا الحج ولا الصيام, لا ربنا قال رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم, فجعل دعاء اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين شيئا من التكذيب بهذا الدين, أي التكذيب بتعليمات هذا الدين, أي التكذيب بمقاصد هذا الدين, أن هذا الدين لم يعني يأتي بمقاصد تعبدية وعقائد فقط, ودي أمر الإنسان فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن الأمر الثاني هو احتكاكه بالمجتمع, احتكاكه بالآخر,
ففي الحج ما دمنا نتحدث عن حتى اسمه الأضحية الأضحى، جاي من التضحية وجاي من الوقت نفسه، لأن وقت الضحى يعني التعريفات مختلفة، لكن الأصل فيها التقديم، لأن سيدنا إبراهيم الله تبارك وتعالى سماه أنه هو أمة، أن إبراهيم كان أمة، وقال وإبراهيم الذي وفى. كيف وفى إبراهيم؟ وفى إبراهيم حينما ضحى بنفسه للنيران، وحينما ضحى بولده للقربان، وحينما ضحى بماله للضيفان. سيدنا إبراهيم حركات وأفعال فعلتها هاجر وفعلها إبراهيم أصبحت نسكا لمليار وأربعمائة مليون مسلم على وجه الأرض يفعلون هذا، تكريم وتعظيم لإبراهيم عليه السلام. حينما شرع الله تبارك وتعالى لنا الأضحية، الله لا لن ينال من هذه الأضحية لا دماؤها ولا شحومها ولا لحومها ولا جلودها، ولا لن ينال الله تبارك وتعالى من هذه الأضحية شيء، لكن ماذا يناله؟ يناله التقوى منكم، التقوى منكم. عشان كذا احنا لما بنيجي نذبح بنقول أول ذكر بسم الله من الله وإليه، يعني هذا الأمر من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. فتلاقي ربنا عليه فأطعمه البائس الفقير القانع والمعطر، يعني الذي يسأل والذي لا يسأل، يعني المحتاج الذي يسأل والمحتاج الذي لا يسأل. وحتى أن في توزيع الأضحية النبي عليه الصلاة والسلام قال كل وادخر وتصدق، بعض الناس خدوا منها من هذا الحديث أنه التلت والتلت، لا لا لا، الأمر على الإباحة. نعم. يعني ينفع أوزع الأضحية كلها، ينفع أكلها كلها، ينفع أهادي بها كلها، الأمر على السعة يعني. ما شاء الله. لكن أمر التوزيع والصدقة ده دليل أن المجتمع مجتمع واحد، وأن الأمة أمة واحدة، أراد الله أن يربط حاضرها بماضيها وأن يربط أولها بآخرها. يعني أنا بعمل نسك لسيدنا إبراهيم. نعم. طب أنا علاقتي بسيدنا إبراهيم أن الأمة كلها أمة واحدة، أمة واحدة. آه. اسمح لي أنا من أتباع سيدنا محمد، لكن صلى الله عليه وسلم، واتبع سيدنا عيسى واتبع سيدنا موسى واتبع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه سيدنا على سيدنا محمد. ونبقى معنا تليفون محمد. ماشي، أهلا بيه. معنا تليفون. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحبيبي، ربنا يحفظك. أهلا بحضرتك يا أستاذ طارق. كل عام وأنت بألف خير وأنت بالصحة والسلامة. تفضل. سلامنا للشيخ ياسر والأستاذ وليد. يا مرحبا، أهلا وسهلا. والمدام مراته. ربنا يحفظك. إحنا ابني كل عام وأنتم بخير. ربنا يبارك فيك أستاذ محمد. من أستاذ وليد بالجميزة بقيادة الأستاذ وليد والمدام رضوى، من الحضانات الناجحة النشيطة خرجت أطفال ممتازة، والأستاذ وليد من الشخصيات المحترمة المحبوبة، عطاؤه للأطفال كبير، بيحب الأطفال مثل أولاده ما شاء الله. ونشكر حضانة الوليد على المجهود الكبير اللي بتقدمه للأطفال. نعم. والست مرة الصغيرة اللي قاعدة معاكم احنا جميلة جدا. أوف. وبصراحة بتيجي البيت، بتيجي من الحضانة البيت، بنسمع منها حاجات احنا ما كناش نعرفها، وعلمتنا حاجات كتير. مروة علمتنا حاجات كتير، بتقرأ قرآن متجود، بتسمع لنا القرآن ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، ربنا يبارك لك فيها. احنا بنشكر الست رضوى والاستاذ وليد. ربنا يبارك فيك وشكرك موصول. احنا اللي بنشكر ليك اهتمامك باولادك وحرصك على ان انت تحطهم في البيئه المناسبه الطيبه، بيئه القران واهل الدين. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، وبارك في بنتنا الصغيره الدكتوره مروه، تشوفها احسن الناس ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. تحياتي لاهل الجميزه واهل الصنطة واهل الغربيه كله. ابله رضوى، بعد الكلام الجميل اللي سمعناه من فضيلة الدكتور عن أهمية يعني الأضحيات والاهتمام بالنسك، وأرجع تاني لاهتمام بالنشأ والتربية. طبعا حضرتك هتشكر الأستاذ محمد الأول. طبعا بشكر الأستاذ محمد كتير، وربنا يبارك فيه، وجزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك. وأنا عارف أن حضرتك معاك مجموعة بقى من المواهب الجميلة، عشان نعمل إسقاط على الجهد الكبير اللي بتبذلوه ليه ثمرة. معاكي ايه النهارده تقدمه لنا؟ معايا الحمد لله كنا عملنا برنامج صوتيات في الحضانه. نعم. اجتهاد الحمد لله، ونشوف ان شاء الله ملك. صوتيات حاجات. طيب طيب هات الميكروفون كده من فضلك. تعالي جنبي جنبي، تعالي جنبي كده، خليها لا هنا تبان، هنا تبان، خليها زي ايوه. ماشي. لف كده، امسك الميكروفون كده. ملك هتقرا لنا الكلمه دي. طب احنا بس عايزين علي صوتك. شطوره. طب ما احنا بس كده كنا عايزين تكتبي كده. ماشي. ينفع تكتبي كده؟ ماشي تمام، عشان الكاميرا تجيب بس
ارجعي لورا كده اهو، لا ارجعي لورا هنا كده وانت هتعرفي تقري. ايوه كده، دي كلمه صار. تايز. طب لما اعملها كده يا ملك سول. شطوره ليه؟ سول ليه؟ علشان القمع. لا قربي الميكروفون، قربي. علشان القمع الدبل ايه بتتنقط اول. نطق شطره ما شاء الله. دوره صبرك لو فيك. طب لو انا عملتها كده يا ملك سول. شطوره ليه؟ ما شاء الله. علشان القمع الدبل بتتنطق او. طيب لو انا لو انا عملتها كده سي. ليه؟ علشان القمع الايه ايه. شطوره بارك الله فيك ما شاء الله، جميله جدا جدا. طيب لو انا شلت الحرف ده خالص وعملت كده يا ملك لايت. ليه؟ علشان اجي اتش تي تتنط اي. شطوره. طب لو شلت ال ايت ولا لايت؟ لا مايت. شطوره. طب لو شلت لو عملت ال ان ديت كده مايت. شطوره. طب لو انا جبت بس يا ملك شلت ال ام وعملت وياها كده جبت معاها الحرفين دول مي مي. بارك الله ما شاء الله. مي ولا ماي؟ مي. ما شاء الله. طب لو شلت الام خالص وحطيت حرف الاتش وحطيت جنبه اي وام هن. شطوره. طب لو شلت الاتش وحطيت بدلها تي تن. بارك الله فيك. طب لو شلت 10 بارك الله فيك. بارك الله فيك ما شاء الله. طب لو عملت كده الدي مع الاو دوج. دوج. بارك الله فيك. طيب دوج ولا دوج؟ دوج. ما تعطش الجيم. ما شاء الله عليك ما شاء الله. مون. مون يعني قمر. مون يعني قمر. بارك الله برافو عليك ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي بنعمله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. لا امسكي الميكروفون وتعالي بقى جنبي كده بقى. الاول مين اللي بيعلمك الصوتيات دي؟ ميس مي. ميس رضوى وميس رشا. بارك الله والله. طب انا عايزك بقى تبعتي رساله شكر لميس رضوى. ميس رضوى قاعده. ماشي. عايزين نبعت رساله شكر لميس رشا نقول لها ايه؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا ميس رشا. وبعتي رساله شكر لماما وبابا تقول لهم ايه؟ بحبك يا ماما انت بابا كل سنه طيبه. بحبك يا بابا كل سنه طيبه. ومين اللي عامل لك شعرك كيرلي كده؟ ماما. ماما اللي عامله لك شعرك كيرلي كده؟ انت جميله قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ ملك طارق عادل هلال قنديل. ملك طارق. ابوك اسمه طارق زيي؟ ها؟ طب قولي له كده بحبك يا بابا طارق. بحبك يا بابا طارق. السنه الجايه بقى ها اكلم الاستاذ وليد واجيبك تبقي مذيعه معايا. ايه رايك ان شاء الله؟ ايه رايك؟ موافقه؟ موافقه؟ ان شاء الله. طب انا هسالك سؤال لو جاوبتيها هجيبك مذيعه معايا. تعرفي تجيبي لي انت اسمك ايه قلتي لي؟ ملك طارق. بص يا ملك تعرفي تجيبي لي اربع اسماء بحرف الميم بس مش ملك؟ بنات. من منا. بارك الله فيك. ها مين تاني بحرف الميم؟ بنات. يلا بسرعه. ها بنات يعني بنات مش صبيان يعني. انت قلت منا. مين تاني بحرف الميم؟ انا يعني عندنا ملك محمد. محمد هو ماشي. هو مش بنات بس ماشي. محمد ماشي. ايه تاني؟ اخوي. اخوك ماشي. ماشي. وايه تاني؟ مين تاني بيلاقيه بحرف الميم؟ مروه. منى. مها. مديحه. مرنا. كل دي اسماء بحرف الميم. لا انا عايزك تتجدعني شويه عشان تبقي معانا بقى ان شاء الله السنه الجايه تقدمي برامج الاطفال. حاضر. انا بشكرك جدا. اتفضلي. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. حاجه جميله جدا يعني سرعه قراءتها للكلمات والحروف. الحمد لله. دليل على التمكن ما شاء الله ودليل على انه في جهد كبير بيتبذل معاها. الحمد لله. علاقه الاداره بالمعلمات وبالتالي بتصب على الـ على الـ الاولاد علاقه طيبه وفيها تعاون. الحمد لله. احنا كلنا اسره واحده دائما. وانا بتجمع مع المعلمات في الحضانه بقول لهم احنا اسره واحده يا جماعه. انا عايزاكم اي حاجه تضايقكم بلغوني انا معاكم. انا مش غريبه. احنا لو احنا اسره واحده هنعلي العمل بتاعنا. وطبعا
الحمد لله ربنا يبارك فيهم كلهم معلمات محترمات واحنا بنشكرهم لان التعب ده ثمر تعبهم هم. ربنا يحفظك ويبارك. ربنا يبارك فيهم وهم مشرفاتي وداداتي ربنا يبارك فيهم كلهم اسره واحده. والله اجمل حاجه عملتيها دلوقتي انك بعت رساله شكر للامهات الفضليات طبعا كل واحد العاملات في الدار يعني صح. كل واحد فيهم ليه دور في الحضانه بتاعتي ولا غنى عنه. ربنا يبارك فيك. ما اقدرش استغنى عن حد. في انشطه يا ابله رضوى يعني في مزيد من الانشطه؟ انا كنت عارف انه في بعض العروض كان المفروض نعرضها دلوقتي ان شاء الله يعرضوها لنا ان شاء الله. في حاجات بتنمي موضوع روح الوطنيه وحب الوطن وفي كان عرض من العروض دلوقتي اسمه تحيا مصر. تحيا مصر مش كده؟ ان شاء الله يتمكنوا ان هم يعرضوه ونشوف الاولاد هم بيمارسوا الانشطه. معانا ايه تاني نشوفه من اولادك؟ احنا معانا قصه ومعانا اليوسي ماس. نبدا باليوسي ماس. نشوف اليوسي ماس طيب وبعدين بقى ناخد قراءه جميله من عزت. يلا لا خليكم عشان الكاميرا ماشي. تعالوا جنبي هنا عشان هم بقى هيعدوا يعملوا حاجات بايديهم مش كده؟ طيب لف كده كمان شويه ورا. يلا العداد فين؟ العداد فين؟ يلا لا علي صوتك حضرتك شويه دول الميكروفون لو ما يشتغلوا بايديهم بس. لا هيقولوا بس بيه. 5 زائد 2 زائد 2 ناقص 4 ناقص 5 زائد 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 زائد 6 زائد 3 يساوي 8. لا 9. بارك الله فيك ما شاء الله. بارك جميل الله فيك. جميل بارك الله فيك. ركزوا ما نقولش زي بعض. يلا 1 زائد 3 زائد 5 ناقص 4 ناقص 5 زائد 7 زائد 2 ناقص 4 يساوي 5. بارك الله فيكم. ما شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما شاء الله. 7 زائد 2 ناقص 5 ناقص 4 زائد 8 زائد 1 ناقص 9 زائد 1 زائد 3 زائد 5 ناقص 4 ناقص 5 زائد 2 زائد 2 زائد 5 يساوي 9. بارك الله فيك. الله اكبر. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. ايه رايك يا محمود؟ ما شاء الله مصورنا الرائع قاعد بيتفرج معايا محمود ربنا يبارك فيه وسعيد جدا جدا بالمستوى بتاع الاولاد الحمد لله والسرعه في الاجابه والرد ده فضل ربنا يبارك فيه. الحمد لله. ممكن تاخدي احنا تعطلنا كتير قوي يا دكتور بسبب ازمه الكورونا. احنا ما شاء الله احنا كنا بنوصل ل 50 رقم بالاحاد والعشرات وبالانجليزي ما شاء الله. مسك الميكروفون كده عرفيني بنفسك اسم حضرتك ايه؟ انجي عادل علي ابراهيم من الجميزه السنطه الغربيه حضنت الوليد. ما شاء الله عليك. طب انا عايزك تبعت رساله شكر لبابا عادل بقى تقولي له ايه؟ كل سنه وانت طيب يا بابا وماما وكل سنه وانت طيبه يا ماما. خدت عيديه السنه دي لسه؟ اول ما تروحي تاخدي عيديه على طول. كلمي في الميكروفون كده قولي له اول ما اروح اديني عيديه يا بابا. اول ما اروح اديني عيديه يا بابا. مش لحمه عاديه فلوس يعني. ها ماشي. ايه رايك انت في الكلام ده؟ لازم هتجيبي ايه لو خدتي عيديه؟ هتجيبي بيها ايه؟ بابا هو اللي بيقول لها تجيبي او ما تجيبيش. برضه بابا كل حاجه بابا بابا عشان بتحب ربنا يبارك في بابا يا ست. انا بشكرك. حضرتك اتعرف باسم حضرتك؟ اسمك سفيان. اسمك سفيان محمود مصطفى الجوري. ده انت اسمك جميل قوي يا سفيان ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب. بقول لك يا سفيان سفيان محمود عايزين بقى نشكر بابا بقى اللي بيساعدنا في ان احنا نوصل للمستوى ده مع حضانه الوليد. تبعت رساله شكر لبابا تقول له ايه؟ انا بحبك يا بابا وكل سنه وانت طيب وكل سنه وانت طيبه يا ماما. انت جميل يا سفيان والله. انت في سنه كام يا سفيان في الحضانه؟ عندك 5 سنين ولا 6؟ 6. والسنه الجايه يبقى 7 ولا يبقى 8؟ السنه الجايه. انت السنه دي 6 انت بتاع يوسي ماس بقى. السنه دي 6 السنه الجايه يبقى ايه؟ 7. يبقى 7 ولا 8؟ بارك الله فيك. 7. يبقى 7 صح كده؟ برافو عليك يا سفيان. اتفضل استنى انجليزي. طيب نسمع استنى نسمع منهم انجليزي. يلا 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 نقول 5. يلا يا سفيان. يلا يا سفيان 5 بلس 2 بلس 2 ايكوال 8. 9. بارك الله فيك. تمام يلا يا باشا ثاني. 1 بلس 2 بلس 5 ماينس 4 ايكوال 5. انا عايز بارك الله فيك. العربي غالب بسرعه. برافو. 6 بلس 3 ماينس 5 ماينس 4 ايكوال 0. ايه بقى بالانجليزي؟ 0. 0. بارك الله فيك. برافو عليك. بارك الله فيك. برافو ما شاء الله. اتفضلوا استريا. ما شاء الله يا سفيان. ما شاء اسمك ايه قلتي لي؟ انجي. يا انجي يا جميله اتفضلي. ربنا يحفظك انت وسفيان ويحفظ اسرتكم الجميله الطيبه الرائعه ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر. ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله. ارجع تاني لابني الجميل صاحب الصوت الرائع حسين عزت خاتم القران.
عزة حسين. ربنا يا رب يبارك فيك وفي والدك حسين، حتى تقرأ علينا آيات جميلة من 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 آيات القرآن. اتفضل يا عزة، اتفضل سمعنا. سورة إبراهيم، اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم، ما شاء الله. ربنا يعني طلع منك جميلة وطلع من قلبك ما شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك على كلامك الطيب ده. ويعني أنا عايز أخد أسمع صوت الجميلة دي قبل ما أرجع للدكتور ياسر كريم على الآيات الجميلة الطيبة دي. أتشرف باسم حضرتك. فاطمة أحمد عبد الله. إزيك يا دكتورة فاطمة؟ عاملة إيه؟ فاطمة أكبر منهم شوية؟ راحت المدرسة ولا لسه؟ في ستة ابتدائي. ما شاء الله تبارك الله، ده أنت ما شاء الله عملتي إيه السنة دي؟ كله تمام؟ ربنا يحفظك يا رب. فاطمة بقى من أولاد الدار وموجودة معانا النهاردة؟ لا بس هي من 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 جيل قديم شوية. لا من إيه يا فاطمة؟ من بلد إيه؟ أجهور الرمل. أنت من أجهور الرمل، ما شاء الله، من منوفية. ما شاء الله ربنا يحفظك. عندك موهبة إيه النهاردة يا فاطمة؟ هنتكلم النهاردة عن قصة سيدنا إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم؟ طيب نسمع منك قصة سيدنا إبراهيم. نتحدث اليوم عن قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم السلام، وهو خليل الله اصطفاه الله تعالى برسالته وفضله على الكثير من خلقه. وكان سيدنا إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الأصنام، ولكن قلبه لم يكن راضيا بذلك، وأحس بفطرته السليمة أن هناك إلها عظيما لهذا الكون، حتى هداه الله تعالى واصطفاه برسالته، فأخذ يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، ولكنهم استكبروا وكذبوه وحرقوه، ولكن الله نجاه وأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه، وجعل الله الأنبياء من نسل سيدنا إبراهيم، فولد له إسماعيل وإسحاق، وبنى سيدنا إبراهيم الكعبة مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام. وعلاقة العيد الأضحى بسيدنا إسماعيل وعلاقة العيد الأضحى بسيدنا إسماعيل، فلما هم بتنفيذ الرؤية واستل سكينا ليسبحه أنزل الله له كبشا فداء لسيدنا إسماعيل. ما شاء الله جميل، ربنا يحفظك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا فاطمة، ربنا يحفظك ويبارك فيك. فاطمة أنا عايزك تبص الكاميرا كده وتبعتي رسالة شكر لمامتك، تقولي لها إيه؟ كل سنة وأنت طيبة يا ماما. كل سنة وأنت طيب يا بابا. ربنا يبارك فيك يا فاطمة وفي أجهور الرمل وفي كل أهلنا في المنوفية وكل أهلنا في مصر اللي بيحبوا القرآن ويحبوا أولادهم يتعلموا القرآن. الحقيقة إحنا وقتنا خلص، ولكن كنت عايز كبسولة من فضيلة الدكتور ياسر وهم بيستعجلوني نختم. عايز كبسولة لكل الأمة ومصر وبره مصر اللي بيسمعونا النهاردة عن إزاي نفرح في العيد وإزاي يعني راعي الظروف اللي إحنا فيها ونخلي بالنا من أولادنا شوية في أقل من دقيقة كده. فقال من دي أن نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا أن القرآن يفيد الإنسان
في الدنيا والآخرة، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأبو بكر الطرطوشي لما جاءه أحد فقهاء الملكية، جاءه رجل وقال له رزقنا الله بولد فأريد أن أعلمه، قال علمه القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء. ربنا يحفظك يا دكتور. الحقيقة أنا في نهاية الحلقة بشكر وجودي مع عالم جليل دكتور ياسر نصيف رضوان، ربنا يبارك في عمره، عضو هيئة علماء المسلمين، ربنا يبارك في عمره، الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، ابن الغالي عزت حسين خاتم القرآن الجميل والقارئ الرائع صاحب الصوت الطيب. ولكن الحقيقة أنا عايز أتوجه بالشكر الكبير لأسرة حضانة الوليد بالجميزة السنطة غربية، أبلة رضوى شلبي اللي موجودة معايا في الفقرة ديت، والأستاذ وليد شلبي اللي كان موجود معايا في الفقرة الأولانية. بشكر حضرتك على الجهد الكبير اللي بتبذلوه في رعاية النشء وتربية الأولاد، بشكر حضرتك على كم المداخلات الرائع الكبير اللي بيأكد على التواصل بتاعكم مع المجتمع، ربنا يبارك فيكم، وبشكر أولادكم. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا كل الشكر ليكم وحسن المتابعة، ووعد بلقاء غدا إن شاء الله وفقرات جديدة، حتى نلقاكم غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.